الكورونا تجتاح العالم. الدول اصبحت سجون عملاقه، مؤتمرات دوليه كبيره بتتلغي، دوريات بتتاجل. عيني عليك يا صلاح يا اخويا، شكلك هتستنى 30 سنه ولا ايه؟ عزيزي المواطن، منظمه الصحه العالميه في 11 مارس اللي فات طلعت بيان بتقول فيه ان الكورونا اصبح جائحه وبائيه او بانديميك ديزيز. يا نهار اسود، هنموت؟ عزيزي المواطن لسه شويه. عزيزي المواطن، الحل لسه في ايدينا. خلينا نتجاوز المقدمة المعتادة بتاعة أعراض المرض وبدايات ظهوره وعلاجاته، الكلام ده كلنا عارفينه دلوقتي. احنا عايزين نعرف احنا كأفراد نعمل ايه. لعشان الأرقام والإحصائيات، عدد المصابين على مستوى العالم دلوقتي حوالي 200 ألف مصاب تقريبا، أو يعني عدد أقل شوية من ال 200 ألف مصاب دول، في حوالي 8000 ضحية أو 8000 قتيل، بنسبة وفاة تقريبا ما بين 3 و 4.5%. 94% من الحالات النشطة دلوقتي حالتها مستقرة ولا تحتاج تدخل طبي عاجل، في حين ان في حوالي 6% بس من الحالات النشطة دلوقتي حالتها اما اعراض شديدة او حالتها حرجة قد تصل احيانا الى الوفاة. الصحة الصينية في تقرير صدر يوم 5 فبراير اللي فات بتقول ان 80% من ضحايا المرض كانوا لاشخاص اعمارهم تتجاوز الـ60. 75% منهم بيعانوا من أمراض مزمنة زي أمراض القلب وأمراض السكر والرئتين. الوضع مقلق، اعلن نفسك وتعالى بقى للمكان. نيويورك تايمز عملت تقرير، عملت فيه محاكاة على انتشار المرض بناء على أرقام ومعدلات الانتشار الصادرة من منظمة الصحة العالمية ومن المنظمات الطبية الأخرى، وبتقول في التقرير إن 5 أشخاص بس مصابين بالمرض قادرين ينشروه لحوالي 368 شخص سليم within only 5 cycles of infection. والسايكل دي المقصود بيها الاحتكاك اللي أدى للإصابة بالمرض. الفرد الواحد يقدر ينقل العدوى متوسط من 2 لـ4 أشخاص في المرة أو في الاحتكاك الواحد، ودي نسبة كبيرة، نسبة تقريبا ضعف أو 3 أضعاف دور البرد العادي أو الإنفلونزا. فالفرد بيفرق، الفرد مؤثر. وعشان تدرك حجم تأثير الأفراد أو الجماعات الصغيرة من الناس، صحيفة نيويورك تايمز عملت تقرير بتقيس فيه قيمة الفرد في انتشار المرض. تقرير عبارة عن محاكاة، ونتائجه بتقول ان 5 أشخاص بس قادرين على نقل العدوى ل 368 شخص after only 5 cycles of infection. وcycle of infection دي المقصود بيها الاحتكاك اللي ينتج عنه انتقال عدوى للشخص التاني. تجمعاتنا فيها كام 5 أشخاص؟ قعدة القهوة فيها كام 5 أشخاص؟ كام 5 أشخاص هيصابوا فهينقلوا المرض لأشخاص اللي بضرهم هينقلوا المرض لأشخاص في سلسلة لا متناهية من الانتشار مستحيل السيطرة عليه؟ كام واحد قعد قبلي وعطس أو كح على الترابيزة أو مقبض الكرسي اللي جيت أنت لبستهم وحطيت حاجتك عليه؟ ما أنا نسيت أقولك إن الفيروس بيقدر يعيش على الأسطح لمدة تصل أحيانا لساعات حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. شيء كارثي. عزيزي المواطن، ما تخافش، احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي. الوضع طبعا فيري سيريس ويحتاج اقصى درجات الجديه والالتزام، بس لسه قادرين نمنع الكارثه. انت تقدر تمنع الكارثه. عشان تدرك حجم تاثيرك، الواشنطن بوست عملت محاكاه لانتشار الفيروس بين 200 شخص منهم واحد بس مصاب، والنتائج اظهرت ان تجنب التجمعات والخروج له نتائج مبهره في الحد من الانتشار من المرض، نتائج احسن حتى وكتير من العزل الاجباري للمرضى. اثر التجمعات خطير لدرجه ان في تقارير دلوقتي ابتدت تظهر بتتنبأ ان على نهايه السنه هيبقى عندك حوالي 4 مليار مصاب على الكوكب. نص سكان الكوكب مصابين، يعني حوالي 100 مليون قتيل. مجرد تخيل السيناريو مرعب. تأثير الفرد في الأوبئة اللي زي دي بيتعاظم بدرجات مهولة، بيتعاظم حتى لدرجة إن فرد واحد بس ممكن يتسبب في انتقال عدوى ل 8000 بني آدم في ظرف أيام بسيطة زي ما حصل في كوريا الجنوبية.
وضع كارثي. شخص واحد بس هدد حياة آلاف من البشر عشان تصرف واحد بس غير مسؤول. لحسن الحظ احنا لسه ما وصلناش للمرحلة دي ومش لازم نوصل لها دلوقتي، بس تعليمات الهيئات الطبية زي منظمة الصحة العالمية وزي المنظمات الطبية الدولية الالتزام بيها أصبح ضرورة أكتر من أي وقت تاني لو عايزين ما نوصلش للمرحلة دي. إرشادات زي الغسيل المستمر للإيد بالمية والصابون أو بمحلول كحولي ليها أثر كبير جدا في الحد من انتشار المرض، أثر حتى أكبر من استخدام القفازات الطبية أو الكمامات. منظمة الصحة العالمية توصي كمان بتجنب ملامسة الإيد للوجه أو الفم، وكمان تجنب ملامسة الحوائط ومقابض الأبواب والأسوار خصوصا بره البيت، وكمان تقليل الاحتكاك الجسدي مع الناس وتجنب التحية باستخدام الإيد أو القبلات، وكمان الاستشارة الطبية في حالة الإحساس بأي عرض من أعراض المرض أو الاشتباه في مخالطة حالة مريضة. بس اوعى تنسى أهم حاجة، stay at home stay safe. وفي النهاية أحب أشكر APG جامعة طنطا إنها ادتنا الفرصة دي للقيام بدورنا تجاه المجتمع، وأحب أتمنى السلامة والأمان لكل الناس في مصر وعلى مستوى العالم. شكرا جزيلا.